تفضل. السؤال الاول سم. بالنسبه لقراءه الفاتحه في الصلاه الجهريه بعض الائمه يعطي فرصه لقراءه الفاتحه بعضهم لا، هل ما الحكم في ذلك؟ هل بعض الائمه مؤمنين حتى يقرا والامام يقرا السوره؟ السؤال الثاني الله يجزاك خير. يجاوب ابو محمد على السؤال الشيخ. عفوا ابو محمد يجاوب الشيخ على السؤال الاول، تفضل الشيخ صالح. نعم، قراءه الفاتحه ليست واجبه على الماموم. نعم. عند جمهور اهل العلم. ولكن يقرأها من باب الاحتياط، لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة على المأموم فيقرأها إذا تمكن من ذلك، إذا لم يتمكن من ذلك فهو معذور، وإذا قرأ الإمام جهر فإنه يستمع ولا يقرأ والإمام يقرأ. قال الله جل وعلا: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة، فيقرأ ما إذا تمكن، وإذا لم يتمكن فإنها تكفي قراءة الإمام إذا جهر بها. وفي الصلاة السرية الظهر والعصر المأموم متمكن من القراءة، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين. أما في الصلاة الجهرية إن تمكن قرأها في سكتات الإمام، وإن لم يتمكن وجهر الإمام فإنه يستمع إليه. نعم.